السؤال الثاني، نعم. رواه الطبراني: من قرأ دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقد اكتال بالمكيال الأوفى، ما صحة ذلك وجزاكم الله خيرا. سؤال الأخ عواض الثاني يبدو أنه إن شاء الله طالب علم، يقول أنه قرأ في الطبراني أنه من قرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر الآية أنه اكتال بالمكيال إلى آخر ما قال. هذا الحديث لا يصح، وكثير من الأحاديث الواردة في الأذكار أدبار الصلوات تحتاج إلى تمحيص، وكثير منها يذكره العلماء بناء على القاعدة أن ما كان من فضائل الأعمال فإنه لا بأس به ويتوسع فيه، لا سيما إذا لم يكن ضعفه شديدا، وهذا مندرج في هذه القاعدة.